اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه على مامين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو شرحتوا على موقع ليرب عمله الروبل بطريقه مجانيه والسحب على الباير عبر اكمال بعض المهام البسيطه. وشخصيا هذا الموقع سحبت منه العديد من المرات. لا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش تصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت في قناه على مامين. واللي عنده استفسار يتواصل معنا على الصفحه الرسميه الخاصه بنا على مامين على فيسبوك، وكذلك على الانستغرام، الرابط القهوه في صندوق الوصف. هذا هو الموقع أصدقائي أونو، تلقاوه كذلك في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت. كنت أنا كتب مقالة على هذا الموقع، تلقاو طرق الربح، تبيع سحب ورابط التسجيل وفيديو سابق شرحت فيه كل التفاصيل. كانكم تحبوا كذلك مواقع صادقة لربح رصيد باير، تلقاوه في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت. مقالة فيها تقريب 15 أو 16 موقع صادق ويدفع، تقدر تسحب عبر بنك الباير. به اللي موش مسجل في هذا الموقع يضغط على كلمة registration وتقوم بإنشاء حساب. طريقة سهلة وبسيطة جدا. كما قاعد تلاحظوا أصدقائي، ننصحكم أنكم تسجلوا عبر حسابكم في الفيكي. اللي ما يعرفش الفيكي هو موقع تواصل اجتماعي روسي. قوموا بإنشاء حساب في الفيكي، طريقة سهلة وبسيطة جدا، وتسجلوا يعني عن طريق الفيكي، على طريق هذا مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا عبر التليجرام. تقدر يعني تسجل عبر البريد الإلكتروني لكن فيها بعض المشاكل. الآن أنا باش ندخل إلى حسابي ونشوفه أكثر تفاصيل ونشوفه طريقة السحب والربح. في الرصيد الآن كما قد نتلاحظوا 93 روبل. باش نسحبهم الآن معلي نضغط على فاينانس، بعد ذلك باش نسحب هذا المبلغ. كما قاعد تلاحظوا أصدقائي، هذه أثبتت سحب، سحبت 54 روبل وكذلك 314، ووصلت لي تقريبا في أقل من 24 ساعة على حسابي الباير. بطبيعة الحال باش نسحب نضغط على كلمة withdraw وباش نسحبوا هذا المبلغ الآن. كما قاعد تلاحظوا أصدقائي، طرق السحب هي بيرفكت ماني. الحد الأدنى للسحب 100 روبل، اقتطاع 9%، بالنسبة للكيوي 100 روبل، اقتطاع 10%، أما بالنسبة للباير 50 روبل فقط الحد الأدنى، لكن هنالك اقتطاعات ب 16%. احنا باش نسحب عبر الباير، اضغطنا على كلمة باير الآن، 90 روبل، ونضغط على كلمة باي اوت. أقصى 3 أيام، الربح الآن تضغط على سيرج تاسك، تلقاوها أعلى صفحة، تضغط على كلمة سيرج تاسك. هناك العديد والعديد من المهام السهلة والبسيطة. وكما قد نتلاحظوا هنالك مهمة بخمسة روبل، مهمة بعشرين روبل. يعني بطبيعة الحال اللي المهام اللي فيهم ربح أكثر يكونوا يطلبوا عمل ويطلبوا شغل. به كذلك هذه الاشتراك في حساب تليجرام فقط تتحصل على 1.3. نشوفوا احنا المهام اللي يعني الفيكي أسهل مهام. تقعد تبحث انت على المهمة التي تناسبك، بعد ذلك تقوم بإكمالها. تضغط على show more تشوف مهام أكثر، كان ما لقيت حتى مهمة تناسبك. أو في آخر الصفحات لقيت subscribe on VK، ما عليك إلا تضغط عليها. هذا هو الرابط وهذا هو يعني الحساب الذي يجب عليك أن تشترك فيه. نضغط على perform a task باش نقوموا بإكمال المهمة. نضغط على رابط الحساب نتاع الفيكي اللي باش نعملوا فيه follow، وما عليك إلا تعمل follow كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي. ونمشيو لهذا المكان اللي بعد ما ضغطنا perform a task. بما أنه أنا حسابي مربوط بموقع أونو، يعني VK مربوط بأونو بطريقة مباشرة، باش تلقى رابط الخاص بيك في هذا المكان. نترجمو الصفحة أصدقائي لأنه هو الموقع روسي، ترجمو إلى اللغة الإنجليزية وتضغط على ونشوفو المهمة. يعني تأكد من المهمة، يقولك approved in the report، يقولك link to your VK page، وهذا هو اللينك متاعي. هذا هو، يعني فقط نضغط على كلمة send وننتظر إلى أن تقبل هذه المهمة. وهنالك طريقة أخرى للربح واللي هي من رابط الإحالة. تضغط على هذا المكان، هنالك affiliate program، تضغط عليها وتجلب رابط الإحالة الخاص بك
وتروجوا على أوسع نطاق. وهذا هو رابط الإحالة الخاص بيك مع اللي كلا تنسخوا وتروجوا على أوسع نطاق. أي شخص يسجل من خلالك تربح 25% من قيمة أرباح ولا تقطع من أرباح الصديق من الموقع يقدمها لك كونك أنت روجت أكثر فأكثر وجلبت ناس يشتغلوا على هذا الموقع ويكملوا المهام. موقع جيد ويشتغل لسنوات، اللي يحب يجمع عمرة الروبل بطريقة مجانية ورصيد بير بطريقة مجانية عليا لا يشتغل على هذا الموقع. ومواقع أخرى شرحناها سابقا في صندوق الوصف، تلقاو مقالة فيها العديد من المواقع الساقة. إن شاء الله نلتقي في مواقع أخرى ومجالات جديدة للعمل ورفع الإنترنت قناة على ممين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.